السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم ويحب ويرضى. أما بعد، التصوير هذا نفس تصوير أمس بالضبط، ولكن كل يوم فائدة بإذن الله كثر ما نقدر، يعني نبي نفيد بما وفقنا رب العالمين، يعني نبي نفيد الناس اللي يجهل الشيء هذا، هذا واحد، واللي يعني عنده العيب هذا عسى الله لا يعيبكم، عسى الله يعزكم ويرضى قدركم جميع مسلم. الطير اللي وقتها العلف يكفخ، هذا شيء جربناه بكذا طير من الله الفضل ومنه، يعني فيه طير هم جير عندي وقتها العلف، يعني راعيه كان يشغلها مسجل يحطها على الراديو ويوقف، هو يتابع من ربعنا يوقف ويقعد مشغل المسجل من تقريبا الساعة 2، شغل مسجل لما يبي يدق سلف يروح يحرك للدعو، اي صوت قام يكافخ يعني. وانا زكي حالنا شريتها من عند الجير التبع، شريتها من عند ابو محمد طلال، فضل رب العالمين. اول ما اخذته كنت ادعيه الصبح وادعيه العصر وادعيه، يعني مرات خربت البرمجه ما ادري متى ادعي، اطوفه مرات اطوفه يوم ما اخلي، يعني طبعا مو طوفه مع الفه، لا عالفه، ولكن ما ادعي. قام الطير ما يدري متى يدعي، ولله الفضل مني، انا جربتها قبل كم سنه بطيور الشكل وضبطت ولله الحمد. فالسنه هذه جانا التبع هذا وفضل رب العالمين ضبط، يعني صار ولله الفضل منه، ما يكفخ ولا كفخه ولله الحمد والفضل منه. ربطته وهو العيب هذا ما فيه مره ولا تشوفه ولا تقول هذا اللي قبل على الشكل. طبعا ما زكي حالنا، هذا طلال خذها الشكل هذه، ورجال مو فاضي له يعني ضبطه ويسنعه ويسوي فيه. ففضل رب العالمين الله وفقنا وركدناه ولله الحمد والفضل منه وضبط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.